السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا فيديو جديد وهو ازاي تهكر لعبة اسفلت 8 النسخة 1.4.0. وعشان تنزل الهاك ده لازم يكون عندك سيديا ومع عامل للايباد او الايفون بتاعك جيل بريك. تعال نشوف ازاي ننزل الهاك ده من سيديا. طبعا بتدخل على سيديا، الهاك ده موجود على البيك باس ريبو، يعني مش هتضطر تعمل اد لاي سورس، هو موجود لما بتعمل جيل بريك. هتروح على السيرش وهتكتب كلمة اسفلت وهتلاقي الهاك اسمه اسفلت 8 ايربورن شيتس. هتنزل الهاك ده، واول ما تنزله هتروح للسيتنجز هتلاحظ ان في تاب جديده اسمها اسفلت 8 ايربورن. هناك تقدر تشوف وتظبط الهاك بتاعك انك تفتح او تقفل الحاجات اللي انت عايزها في الهاك، زي نو كراش، نو سبيد ليميت، جيت دريفت بوينتس، انفينيتي نايتروز، واول كارز انلوكت. كل العربيات مفتوحه، ما تقدرش تتكسر ابدا، ومفيش حدود للسرعه والنايتروس بالهبل. في الجي دريفت دي حاجة خاصة بالسباق، الجي دريفت اللي هو بتاع البوابة اللي تقدر يعني زي بتلف فيها دي، لما بتعدي بوابة واحدة بتاخد ملايين النقاط. تعال نشوف ونجرب الهاكس دي كلها في سباق على اسفلت 8 ايربورن. زي ما قلت دي النسخة الاجدد اللي نزلت لحد دلوقتي وهي فيرجن 1.4.0. زي ما انتوا شايفين انا عندي كل السباقات بتاعت العربيات مفتوحة، معنى كده ان انا عندي كل العربيات مفتوحة، وفعلا انا جربت ده قبل كده ولقيت فعلا ان كل العربيات مفتوحة. لو رحنا على سباق جيت ريفت هنا ونشوف، معلش سوري. طيب طبعا انا بجربه دلوقتي على ايباد ميني second generation، ممكن ما يشتغلش على بعض الأجهزة مش عارف. يعني نبدأ سباق. لو لاحظتوا أول حاجة نجرب النيتروس، لو شايفين النيتروس عندي خلاص ولسه برضو شغال لغاية ما أعمل دريفت. أول ما عملت دريفت في الجيت دي لو بصيتوا على السكور بتاعي هتلاقوا السكور رهيب، السكور عدى تقريبا البليون، ودي حاجة رهيبة. يعني انت ممكن تخلص السباق بتاعك بلفة واحدة بس، ودي حاجة فعلا فظيعة. وزي ما شفتوا ال Infinity Nitrous، النيتروس ما بيخلصش أبدا، ممكن تعمله حتى وانت معكش نيتروس. ولو بصيتوا على السرعة هتلاقوا ان السرعة مهولة، وفعلا ما بتقفش إلا لو انت خبطت في حاجة أو نطيت. يعني أنا قبل كده وصلت ل 700 على عربية أساسا ممكن لو في الطبيعي ما تعديش ال 300 أو ال 200. وعندكم مثال العربية دي ما اعتقدش ان هي ممكن توصل لل 600 زي ما بيحصل دلوقتي، وصلت لل 600 اول ما خبطت بدأت تبطأ شوية. زي ما انتم شايفين الانفينيتي نايتروس شغال زي الفل، وعندنا النو كراش. لو انا خبطت، شايفين انا خبطت دلوقتي، المفروض الخبطة دي توديني في داهية والعربية تتكسر، لكن ما اتكسرتش عشان انا شغال بالهاك ده. يعني شايفين دلوقتي المفروض العربية تتكسر، لكن مكسرتش عشان انا مشغل الهاك بتاع السيديا ده. الهاك كل حاجة فيه شغالة، الجيت دريفت وال الانفينيتي نايتروز والنو سبيد ليميت، كل حاجة شغالة، all cars are unlocked، كل العربيات مفتوحة. طبعا انتوا يعني لازم تجربوا الهاك ده عشان تعرفوا المتعة اللي يعني تقدر تعيشها مع اللعبة، فعلا متعة رهيبة وسرعة رهيبة. كده نكون خلصنا التوتوريال بتاعنا للعبة اسفلت 8، الهاك بتاع لعبة اسفلت 8 فيرجن 1.4.0. اشكركم على المتابعة، وتدوس سبسكرايب لو سمحتوا، سيب لايك، شكرا.